أظن أنها تعمل. مرحباً أبي، انظر. أهلاً منصور، ما هذا؟ وجدت لنانو طريقة تجعله يستطيع رمي كرة التنس. هذا الجهاز سيركب على نانو، وبعد ذلك نانو سيرمي الكرات وأنا سوف. منصور، على والدك الذهاب إلى المطار، توقف وإلا فسيتأخر. ما هو شعورك يا نانو؟ متحمس. أبي انظر، لقد وصلت الجهاز إلى نانو، نجحت. هذا ممتاز يا منصور. سأذهب الآن لأجربه في الحديقة. هيا يا أبي تعال معي. منصور، ماذا قلت لك؟ إن أبي سيتأخر إن استمررت بالكلام. إذن دعه يذهب، عندما يعود ستريه نانو. لن تطير الطائرة وحدها إلى أستراليا. فعليا عندما أشغل الطيار الآلي الطائرة تطير. لا أقصد، لا، الطائرة لا تطير وحدها. أوه، هل أنهيته؟ أجل، في الواقع كنت أجربه الآن. منصور، مستعد؟ مستعد. جيد. هيا. رائع. كدت تصيبنا. أبي تعال وانظر، تعال انظر. لحظة. الآن نحن في أمان. هيا. ممتاز يا بني. منصور، ماذا قلت لك؟ يا خالد، ستتأخر، يجب أن تذهب الآن. إلى اللقاء يا شباب، أراكم بعد 3 أيام. آسف أمي. لا بأس، ادخلوا الآن، سأحضر العصير. أوه لا، حقيبة والدك. يبدو أنك في ورطة يا منصور. لو لم تشغل والدك واستمررت بالكلام ما كان لينسى الحقيبة. لا تقلقي يا أمي، أنا سأحل المشكلة. بالتأكيد لم يصل بعد، سأتصل به ليعود ويأخذ الحقيبة. ها؟ أوه لا أصدق. الآن تورطت فعلاً. كل أغراض والدك في الحقيبة، جوازه، محفظته، وهاتفه. ماذا سنفعل الآن؟ يجب أن أعطيه الحقيبة. هيا. اقتربي أمي، اقتربي.
وجدتها! البوابة رقم 78! لكن هذه البوابة بعيدة جداً! تحركوا هيا بسرعة! لا أستطيع! لا أستطيع! هذا يكفي! تعبت! لا يا عبيد! تعال! اركب هنا! ماذا؟ اركب الآن يا عبيد! ونحن سنساعدك! أمن المطار، الحارس رقم 1 يتكلم. هناك أولاد يلعبون على العربة. أكرر، هناك أولاد يلعبون على العربة. سأوقفهم الآن. توقفوا. يجب أن نوصل الحقيبة إلى أبي الآن، فلنسرع هيا! آسفون، لا نستطيع أن نفسر لك الآن. الوضع طارئ. رجل الأمن ما زال يطاردنا. المدرج. أتأكد من القصة. أمن المطار أوقفت الأولاد الثلاثة. اثنان منهم نحيفان وواحد سمين. كنا قريبين جدا من. لدي فكرة. نانو، ارمي هذه الكرة. أين أرميها؟ إلى أبي. لكن ربما يتأذى. لا تقلق يا نانو، ارميها هيا. مرحبا جميعا. نسيت حقيبتي. ما هذا؟ أبي، انظر. أبي، أبي. توقفوا. شكراً لكم. ماذا يحدث هنا؟ لا يحدث أي شيء. انشغلت في المنزل قبل أن أخرج ونسيت الحقيبة، لكن تعاون ابني مع أصدقائه وأوصلوها في الوقت المناسب. شكراً لك يا صديقي، من دونك لوقعت في مشكلة. أكيد أكيد. طبعاً طبعاً، يشرفني أن أساعدكم. ضربة ممتازة يا منصور. منصور! منصور!
أبرا كدبرا. ما بك يا عبيد؟ السحر شيء مخيف. هذا ليس حقيقيا يا ذكي. ما رأيكم لو يلبسها؟ والآن سأقدم إليكم عرضي الأخير، من ولد إلى أرنب. أريد ثلاثة متطوعين. أنا. هيا يا عبيد. أنت ستبقى معي، وأنتم يمكنكم أن تروا داخل الصندوق وتتأكدوا من أنه فارغ تماماً. إنه فارغ، لا يوجد شيء. شكراً لكم. والآن لو سمحتم عودوا إلى أماكنكم. هل تدخل في الصندوق لو سمحت وتجلس؟ أبراكادابرا. ممتاز، كنت رائعا. نعم، اختفيت بطريقة محترفة. أنا لم أفعل شيئا، لكن مهلا، لم أتوقع أن أراك هنا جدي. أحب المساعدة في النشاطات المدرسية، وهذا الساحر صديق قديم. يجب أن أعود إلى فوق. تستطيع استخدام الباب السري؟ أكيد. والآن سأدع الصندوق والأرنب يختفيان. هيا ارجع الآن. منصور، منصور، أمسك به، أمسك به، هيا. أين منصور؟ أظنه ينتظرنا هناك عند المدخل. أمسكت بك. ها؟ كل شيء بخير يا صديقي. لماذا؟ أرنوب، بالتأكيد كنت تلاعبهم. علينا ترتيب المكان قبل أن نذهب. لا تقلق يا صديقي، أنا ومنصور سنرتب المكان، اذهب الآن. شكرا لمساعدتكم، ما كنا سننجح في العرض لولا مساعدتكم. أراك قريبا يا صديقي. هل رأى أحد منكم منصور؟ مرحباً شما. أهلاً بكم، أين منصور؟ لا نعرف، لقد اختفى بعد أن حوله الساحر إلى أرنب. ربما نسي الساحر أن يعيد منصور مجدداً. الآن اعذروني، يجب أن أذهب، أراكم لاحقاً. سالم، هل هان عرفت؟ وجدتها، منصور تحول فعلاً إلى أرنب. لا أظن يا عبيد، الساحر لم يحول منصور حقاً. انظر. كان العرض ممتازاً. هل تتذكر عندما لعبت دور الساحر الشرير وأنت كنت مساعد المخيف؟ الآن صدقتني يا سالم؟ انظر، الساحر ومساعده يفتخران بما فعله لمنصور. انظر، هذا منصور. ماذا؟ أين؟ هناك، في القفص الصغير. ما هذه السخافة؟ الساحر يقوم بقطفه. لا. واعدوا إلي الأرنب، فلنمسك به أحد. أه؟ أصدقائي
أصدقاؤك، أصدقاؤك أخذوا أرنبي، سرقوه. ماذا؟ لا مستحيل، عبيد وسالم لا يأخذون ما ليس لهم. صدقني، ولكني رأيتهم. هيا ساعدني لأسترجع أرنبي. هذا أرنبي العزيز. أكيد، لا تقلق. اذهب وأحضر. ماذا فعلت يا عبيد؟ أنت فعلاً صدقت أن الأرنب هو منصور؟ أجل، أنا متأكد من أنه منصور. انظر. إن هاتفه مغلق، لكن نانو قد يساعدنا. مرحباً منصور. مرحباً نانو. تستطيع الذهاب إلى منزل عبيد وسالم وترى إن كانوا هناك؟ أكيد. نانو هو مساعد الشخصي، إنه جهاز آلي يستطيع الطيران. الناس يعتبرون أن خدع السحر عبقرية، لكن أنت بعبقريتك قد اخترعت جهازاً آلياً يستطيع الطيران. عبيد، يجب أن نعيد الأرنب إلى المدرسة. لا، يجب أن نعيد منصور إلى ولد مجدداً. ماذا؟ منصور! 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 لماذا لا يتحول؟ لا أعرف. يجب أن نذهب إلى الساحر ونطلب منه أن يعيد لنا منصور. منصور، سالم ليس في المنزل. شكراً نانو. تستطيع الذهاب إلى منزل عبيد؟ أكيد. مرحباً شمة، رأيت عبيد وسالم؟ أخذوا أرنب الساحر وهربوا. ماذا؟ أوه، الآن تذكرت. عندما خرجوا من المدرسة أخبروني عن تلك الخدعة، وقد كنت أمازحهم وقلت لهم ربما الساحر حولك إلى أرنب، لكن يبدو أن عبيد قد صدقني. لا، أكيد لم يصدق أنني حولتك إلى أرنب. عبيد يصدق هذه الأشياء. منصور، ليس في منزل عبيد. شكراً نانو. حسناً، عد إلى المنزل. أنت! أها، وجدت أرنوب؟ اسمه منصور وليس أرنوب. أين الساحر؟ يجب أن نراه ونطلب منه أن يعيد تحويل الأرنب إلى منصور. ها، مرحباً، انتهى العرض؟ أنا مع الذين أخذوا أرنوب، أقصد منصور، ويطلبون أن تعيد منصور إلى ولد. ها، فكرة جيدة. ها، لقد وافق الساحر، سيلاقينا في منزل منصور. لو سمحت، أعد إلينا منصور مجدداً. أصبح لا يتكلم معنا منذ أن حولته إلى أرنب. أبراك هزبرا! منصور، لقد عدت! مرحباً عبيد. كيف كان إحساسك وأنت أرنب؟ بصراحة كان ممتعاً، لكنني أفضل أن أكون ولداً. أرجوك لا تحول منصور مجدداً، يكفي. وإذا حولته إلى هذا؟ لا، هذا يكفي، أعده قبل أن يذوب. أعد! أبراكادابرا! كل هذه خدع يا عبيد. أنا لم أتحول إلى أرنب حقاً ولا إلى شيء آخر. خذ. أنا أعتذر على الإزعاج الذي سببته لكم. لا، على العكس، لقد استمتعنا. ستكون هذه من قصصنا المفضلة. عبيد، انظر، هذا منصور. غير مضحك. تعال يا منصور، هيا، تعال يا منصور، تعال. منصور!
أصدق. متى سألعب مباراة بكرة الجديدة؟ نسخة كأس الأبطال. هاي، انتبه على الكرة. أوه، آسف، لكن إذا كنت خائفاً إلى هذه الدرجة على كرتك الغالية، فمن الأفضل ألا نلعب بها. مستحيل، ما هذا الحظ؟ لا تقلق، افتتحت البلدية ملعب كرة قدم في الحديقة، هيا لنذهب إلى هناك. هيا مرر، هيا مرر الكرة. هذا ليس عدلاً. غير معقول ما يحدث. إنهم هنا أيضاً. حتى هنا؟ لا أستطيع أن أصدق ما يحدث. يجب أن يكون هناك ملعب آخر لنلعب فيه. هناك! وأخيراً! مرر لي! عبيد! غير موقعك! غطي الزاوية التي هناك! استعد للركلة الملتفة! أفعل ماذا أو ماذا؟ رأيت؟ لقد سجلوا هدفاً! هذه غلطتك أنت، لأن أوامرك كانت كثيرة. فلنبدل مراكزنا إذن. مستعدون؟ مستعدون. اركض يا عبيد. رائع يا عبيد. فاول! ركلة جزاء. آسف، توترت. اسمع، كل ما تحتاج فعله هو... هذا يكفي الآن، لا أحتاج إلى نصائحك، أعرف ماذا سأفعل. لا، كرتي. لا، أنا آسف. تسديدة جيدة يا عبيد. هذه حديقتنا أم غابة؟ أين هي كرتي؟ نحن نحتاج إلى ساعات كي نجدها. حسناً، ابدأ البحث. هيا ابدأ البحث الآن. لا أستطيع أن أبحث عنها في الحديقة من دون أن أستأذن مالك المنزل. المنزل ليس له مالك. واضح أنه مهجور. أنا وسالم سنتأكد أنه لا يوجد أحد في الداخل. فكرة ممتازة. حسناً، ادخل الحديقة وانظر إذا كنت تستطيع أن ترى الكرة. ما زلت لا أستطيع، لا أستطيع رؤية. أنت بخير؟ أجل، هذا العشب خفف من حدة سقوطي. إذن بما أنك هناك، ابحث عن كرتي. حسناً، إذن وجدت شيئاً. ما هو؟ هذا. حقاً؟ استمر في البحث لو سمحت. أنا واثق أنه ما من أحد يعيش هنا، من الأفضل أن نتأكد. انظر. ستكونون وجبتي اللذيذة هذه الليلة. ما هذا الذي رأيناه؟ لا أعرف، لكن يجب أن نخبر عبيد وتركي لكي ينزل عن السور. تركي! أين عبيد؟ يبحث عن كرتي. يجب أن نخرجه، المنزل ليس مهجوراً. حقاً؟ رأينا أحداً ما يدخل إلى هناك. أجل، أحد مخيف. يا عبيد، يا عبيد. أنا لم أجد كرتك بعد، لكنني وجدت هذا. حسناً، اختفى مجدداً. ماذا سنفعل الآن؟ أنا وسالم سندق جرس الباب. سنذهب؟ بهذه الطريقة نشتت انتباه الموجودين في المنزل. وماذا تريد مني أن أفعل؟ أن تخرج عبيد من الحديقة طبعاً. حسناً، سندق جرس الباب ونشرح لمالك المنزل أن كرتنا وقعت هنا عن طريق الخطأ. مستعد؟ ليس فعلاً. انظر. أمي دويس؟ مستحيل، غير معقول. من هنا؟ فلنذهب من هنا.
هاي يا عبيد، أظن أنني وجدتها. أين عبيد؟ ما زال في الحديقة ولا أستطيع أن ألفت انتباهه. يجب أن نخرج من هنا. لماذا؟ هذا المكان خطير. هذا منزل أم دويس. ها؟ من هذا؟ ها؟ إنها امرأة شريرة تغوي الناس برائحة الطعام وبعد ذلك تصطادهم وتأكلهم. عبيد! عفواً، أنا لا أستطيع سماعكم. أنت فقط تعال إلى هنا. لكنني لم أجد بعد كرة تركي. لا تقلق بشأن كرتي. في البداية طلبت مني أن أبحث عنها، والآن تريد مني أن أنسى الموضوع. هل يمكنك أن تقرر؟ أنت فقط تعال. حسناً حسناً، هدئ من روعك أنت أيضاً. رائحة شهية، طعام لذيذ. عبيد لا. ما هو الطعام؟ لقد اصطادت عبيد. ماذا سنفعل الآن؟ يجب أن ننقذه. أوه لا، هذا لا يبدو جيدا. لحظة، عندي فكرة. عبيد، أنت بخير؟ أجل، ولم لا أكون بخير؟ سمعنا شيئاً تحطم. كسرت كوباً. وأنتم ماذا تلبسون؟ إنها للحماية. حماية من ماذا؟ حماية من تلك. أنا سأكلكم، سأكلكم، سأكلكم كلكم مع فنجان القهوة. مرحباً، تريدون بعضاً من التمر؟ قطفتها للتو من النخلة. شكراً. كنت خارج البلاد لبضع سنوات، وصديقكم عرض علي أن يساعدني في ترتيب الحديقة. وفي المقابل آكل من ذلك المكبوس اللذيذ. هؤلاء أصدقائي، منصور وتركي وسالم، وهذه صديقتي الجديدة أم درويش. أجل، لكن على اللوحة مكتوب أم دويس. لا، كتب أم درويش، لكن الظاهر أن الغبار جعل الاسم يبدو كأنه أم دويس. لماذا لا نتعاون ونرتب الحديقة وبعد ذلك نأكل كلنا من المكبوس؟ أحسنتم يا شباب، الحديقة أصبحت جميلة، والآن فلندخل ونتناول العشاء. تفضلوا يا شباب، وشكراً على المساعدة. بالتأكيد أنت سعيد الآن لأنني ركلت الكرة فوق السور. حديقة الحيوانات، هل اقتربنا منها؟ اقتربنا يا عبيد، لا تقلق.
أنا أستخدم جهاز الملاحة الجديد. منصور، لقد افتتحوا قسم زواحف جديداً ويقولون إن عندهم أفعى ضخمة هناك. أعرف، أنا متحمس جداً. انعطف يميناً بعد 50 متراً. هناك شيء خاطئ. هيا هيا منصور، انظر إلى السماء. ماذا؟ أوه لا، أين نحن؟ أين المدينة؟ ماذا يعني هذا؟ نحتاج إلى جهاز ملاحة جديد. الزجاج الأمامي يحتاج إلى تنظيف. تفكير سليم يا منصور، هيا بنا. هذه الأفعى لا تستسلم وسوف تقضي علينا. جدي أسرع. تمسكوا، المكان وعر. عبيد، تأكد أنك تضع حزام الأمان. والآن ماذا؟ نحن نطير؟ من المستحيل تصديق هذا الشيء، انظروا. بصراحة أنا لم أحب حديقة الحيوانات الجديدة، تفاعلية أكثر من اللازم. لا أظن أنها حديقة حيوانات. سالم، انظر. شباب، من تتوقعون سيكون الوجبة الرئيسية؟ الأفعى أم نحن؟ صادقة على البوق. لحظة، وماذا لو أوقعنا؟ أوه صحيح. نحن بأمان حاليا. هناك أمر لا يعجبني، البيضة هناك تتحرك. يوجد شيء داخلها. هذا واضح جدا يا عبيد، بالتأكيد سيكون فيها طائر. الطيور الصغيرة تكون جائعة عندما تفقس، يجب أن نخرج من العش. السيارة ثقيلة، نحن نقع. تمسكوا جيدا يا شباب. جدي، والآن ماذا؟ لنبتعد عن الطائر قدر استطاعتنا وبسرعة، لأنه أكيد سيعود. هذا المكان يبدو قديماً، قديماً جداً. منصور، نحن في أي مدينة؟ أظن أن السؤال الأصح الآن هو نحن في أي زمن؟ ماذا تقصد؟ أظن أننا عبرنا بوابة الزمن. نفد الوقود. ربما لديهم وقود. أتمنى أن يكونوا ألطف من الحيوانات الموجودة هنا. ما هذا؟ عربة حديد من دون أحصنة؟ عجيب. عفوا، نحن ضائعون هنا، كنا نبحث عن حديقة الحيوانات. ومن ثم حديقة الحيوانات؟ وما هي حديقة الحيوانات؟ جدي، أظن أنهم لم يخترعوا بعد حديقة الحيوانات. من أين أنتم؟ إنها قصة طويلة، نحتاج بعض المساعدة. نعم، رشيد الألماعي سيساعدكم. أجل أجل، إنه الرجل الأذكى في المنطقة ورئيس العلماء لدى الوالي نفسه، اتبعوني. لا أعتقد أنه لدي حل آخر. حسناً، أرنا الطريق. أهلاً يا ياسر، كيف لي أن أساعدك؟ عابروا سبيل يحتاجون إلى المساعدة. أنا في وسط تجربة دقيقة في هذه اللحظة، هناك نزل فيه طعام ومسكن، أما الآن فاعذروني. لحظة، ما هذا؟ أنا لا أفهم، من أنتم؟ أنا منصور، ونحن من المستقبل. حسناً إذن، تفضلوا من فضلكم. كان من المفترض أن أعلم بحدوث هذا الأمر، لكنني لم أتوقع أنه سينجح. ماذا تقصد؟ هذا، لقد استغرقني بناؤه 10 سنوات. الزمن يمكننا قياسه، ولكن لا يمكننا تغييره. يجري الزمن نحو المستقبل كما يجري النهر إلى البحر. على خلاف الزمن، يمكننا مع الماء أن نغير مساره أو حتى نضخه إلى الأعلى. كنت أحاول أن أتحكم بالزمن باستخدام هذا الجهاز. مضخة للزمن؟ تماماً، هذا المحرك يسحب المستقبل باتجاه الماضي حتى يلتقياه. وأنت كنت تعمل على هذا المحرك اليوم؟ أجل، أخشى أنني جلبتكم إلى هنا.
لقد وجهت المحرك نحو صحراء خالية لأتجنب هذا الأمر. ولكن في المستقبل البلدة الصغيرة تصبح أكبر، تصبح مدينة. آه بالضبط، لم أضع في الاعتبار توسع البلدة. والآن هل يمكنك إرسالنا إلى المستقبل؟ أخشى أنني لا أستطيع، لقد تعطل المحرك في منتصف التجربة وحتى الآن لم أستطع إصلاحه. أي سنبقى عالقين هنا؟ الدوامة ما زالت موجودة، هل لديك منظار؟ مدينتنا، أستطيع رؤيتها. لقد صنع محركك تلك الدوامة، إنها نافذة إلى المستقبل، علينا أن نعود من خلالها. منصور، الدوامة تصغر. ليس لدينا وقت نضيعه، إذا لم نرجع إلى الدوامة الآن فسنبقى هنا إلى الأبد. المستقبل مكان رائع، هل تتحرك هذه من دون أحصنة؟ صحيح، ولكنها تحتاج إلى الوقود، ولن يخترع إلا بعد 300 سنة. وقود؟ لدينا الكثير من الوقود. شكراً يا ياسر، ولكننا نحتاج إلى نوع آخر من الوقود. أعتقد أننا نستطيع السير حتى الدوامة، صحيح يا منصور؟ لا أظن أن الوقت سيكفي، نحتاج إلى شيء أسرع. طائر العنقاء، انتبهوا. ماذا سنفعل الآن؟ بما أن الطائر العنقاء هو الذي أحضرنا إلى هنا فقد يعيدنا إلى هناك. أعتقد أنه لدي فكرة. مستعدون؟ مستعدون. طائر العنقاء قادم. حظاً موفقاً يا صديقي الشاب. شكراً، كنت أتمنى لو قضينا وقتاً أطول. علينا أن نرضى بالوقت الذي لدينا يا منصور. لا مزيد من التجارب. أمسكت به، هيا بنا. الآن علينا أن نجعل طائر العنقاء يطير نحو الدوامة. نانو، أتعرف ماذا ستفعل؟ أكيد يا منصور. انتظروني بقرب السيارة. حسناً جدي، الساعة ما زالت 11، كأننا لم نذهب إلى مكان. ما زال لدينا وقت للذهاب إلى حديقة الحيوانات. لا مستحيل، لقد شبعت من الأفاعي الضخمة اليوم. ما رأيكم بالمثلجات؟
أهلا بكم في اسكتلندا، بلد وحش اللوكنس. قلت وحشا؟ أجل صحيح، إنه يعيش في البحيرة القريبة من هنا. هل ما يقوله صحيحا؟ لست متأكدا. نانو، أخبرنا عن وحش اللوكنس. وحش اللوكنس يعتبر كائنا بحريا يعود إلى ما قبل التاريخ، وهو يعيش هنا. نعم، إنه هو. لا تخف يا عبيد يا بني، إنها مجرد أسطورة. والآن هل ترغبون بالذهاب إلى الصيد؟ طبعاً، أكيد. هو أنا أيضاً، هيا فلنذهب لنصطاد في بحيرة الوحش. أنا أعتقد أنني سأبقى هنا، هنا المكان آمن. حسناً، تفضل. يمكنك مشاهدة الوحش بهذا، وفي حال حدوث أي مشاكل انفخ في هذا البوق. شكراً. أما أنتم الثلاثة فاتبعوني. نراك لاحقاً يا عبيد. استرخي يا سالم، لا يوجد وحش هنا. أنا مسترخٍ، صدقني مسترخٍ، ما من شيء يوترني أساساً. لن نجد شيئاً لنصطاده في هذه البحيرة. هناك شيء ما. لا تذهب، لا تذهب، ابقى هنا. ما بك يا سالم؟ مستحيل! أرجوكم، فلنذهب من هنا! رأينا! ماذا؟ هل انتهيتم؟ كبير. على مهل، على مهل، واحد تلو الآخر. منصور، رأينا وحش اللوكنس. وأنا أيضا رأيته. هل أوضح لكم؟ انظروا. آه.
أرجو ألا تكون خدعتي قد أزعجتكم، إنها فقط لإضافة جو من المراحل للسياح، لقد صنعتها بنفسي. أنت خدعتنا بالفعل. أساساً كنت أعرف أن هذا ليس حقيقياً. لكن أنا قد رأيت الوحش الحقيقي. لا يا عبيد، هذه مجرد خدعة. أنا لا أتكلم عن الوحش المزيف الموجود هنا، أنا أتكلم عن الوحش الحقيقي الموجود هناك. هذه الشجرة يا عبيد. أجل، الوحش الحقيقي كان بقربها. وكيف كان شكله؟ في الواقع كان لطيفاً. هذا خبر جيد، إذن سوف تذهب للاصطياد معنا. أنا ليس عندي مانع أبداً. لا أحد يعرف، ربما أجد وحشك وأصطاده يا عبيد. أنت تحتاج إلى صنارة أكبر من هذه. عبيد، يمكنك رؤيته؟ لا، ليس الآن. لأن هذا ليس حقيقياً. لا، حقيقي. الآن سأثبت لكم، انظروا. لدي شعور سيء حيال هذا الأمر. نانو، امسح البحيرة وأخبرنا ما هو هذا الشيء الذي يقترب. حاضر منصور. جذع شجرة. هذا هو وحشك يا عبيد؟ جذع شجرة؟ لا، هذا وحشي. ارجعوا إلى الوراء، قد يكون خطيرا. أحسن، أو ربما لا. ما الذي يحصل؟ نانو، ما هذا بالتحديد؟ لا تخف، لا تخف أبداً، هذا نانو. فصيلة مجهولة، لا يمكن تحديدها، غير موجودة في قاعدة بياناتي. شكراً نانو. أنت تقصد أن هذا الشيء هو وحش اللوكنس الحقيقي؟ أجل، وأنا الذي وجدته. كان هذا رائعاً. يبدو أنه مضحك جداً. كان هذا رائعاً. سلامة وشكرا جزيلا. صدقتموني الآن؟ قلت لكم رأيت الوحش. أكيد يا عبيد، أكيد. ولكن ماذا؟ لن تصدقوا ماذا حدث هنا. وأنتم لن تصدقوا ماذا حدث هناك. اصطدتم شيئا؟ نوعا ما. حسنا حسنا، ستخبروننا عندما تصبحون جاهزين. نحن آسفون أننا شككنا بك يا عبيد. لا لا لا، لا بأس، نحن نصدقك يا عبيد. لكن من سيصدقنا؟
أنا شخصياً لست متأكداً إذا كنت أصدق. حديقة كرينسي سيبلات، واحدة من أكبر الحدائق في أندونيسيا. كانت في السابق موطناً لوحيد القرن السومطري، ولكن للأسف لقد انقرضت هذه الفصيلة. ولكن لا زالت الحديقة تحتضن التبير ودب الشمس والفهد المرقط ومئات الأنواع من الطيور وسبع فصائل من الثدييات الرئيسية. وكذلك توجد في الأدغال مجموعة كبيرة من أشرس الحيوانات في آسيا، كالفيل السومطري القوي والنمر السومطري. ولكن يقال إن هناك مخلوقاً في الأدغال أقوى بكثير من الفيل وأشرس من النمر. هذا الوحش يعرف ب أورانج بندك، وتعني بالأندونيسية الشخص القصير. ولكن لا تنخدعوا بهذا المعنى، فكل من شاهده لم ينجو ليخبرنا عما حصل به. لا داعي للخوف أبداً، هذه مجرد خرافة. هل رأيت هذا؟ بلبل كريمي مخطط. منصور، انظر إلى هذه الحركة. تركي، حاول أن تفعل هذه الحركة. حسناً، انظر إلى مهارتي الآن. هيا يا شباب، يجب أن نلحق بالآخرين. ذهب الآخرون. ربما هاجمهم النمر. ربما هاجمهم الأورانج باندك. لا النمر هاجمهم ولا الأورانج باندك. على أي حال، هذه مجرد خرافة. نحن بالتأكيد مشينا في الطريق الخطأ. أنا لن أعود إلى هناك. اسمعوني، ما من طريق أمامنا، يجب أن نعود. نستطيع الجلوس هنا، المكان جميل جداً. تتكلمون بجدية؟ ما زلتم تريدون الجلوس هنا؟ إذا عدنا إلى هناك، سنصبح وجبة للنمر. وجبة للأورانج باندك. لحظة، أعتقد أنني رأيت شيئاً. منصور، ربما أمسك به الأورانج باندك. لا تكن سخيفاً، هذا ليس وقت هذا الكلام. واو، رائع. هذا معقول؟ معبد مهجور؟ عجيب. هو مليء بال ذهب. المعابد المهجورة دائما مليئة بالذهب. كنت سأقول أفاعي، هيا لنعود. مستحيل، يجب أن نستكشف هذا المكان. وأيضا سنبحث عن الذهب.
ما نوع هذا القرد؟ شمبانزي أو قد يكون غوريلا؟ الغوريلا والشمبانزي غير موجودين في إندونيسيا، فقط الأورانغوتان. أيًا يكون، لكن يبدو حقيقيًا. حسناً، لماذا لونه مختلف؟ هل رأيتم ماذا فعل؟ ماذا؟ التمثال غمازني. ماذا تقول يا عبيد؟ لحظة، هذا ليس تمثالاً. إذن ما هذا؟ الأورانج باندك. أركضوا. ماذا سنفعل؟ دعونا ننتظر هنا، ربما يمل أو يجوع. لا 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 تجع. أرجوك أرجوك لا تجع. لا أحد منكم يتحرك. أبو قرن؟ ولكن ما الذي حدث؟ تم إنقاذنا. سالم، يمكنك أن تتوقف عن البكاء الآن. هيا، لقد أنقذنا، فلنتبعه الآن. أكثر واحد يعرف مكان المانجا اللذيذ هو أورانج باندك. هو مختلف تماماً عن الأسطورة. سنصبح مشهورين لأننا وجدناه. أكيد، وسنظهر في التلفزيون أيضاً. عبيد وصديقه الصادوق أيضاً الأورانج باندك. لا يا صديقي، العنوان سيكون تركي ومعبد الأورانج باندك المهجور. لحظة لحظة لحظة، ماذا عني أنا؟ ما رأيكم في سالم ينقذ الموقف؟ أجل أجل، لكن لم تقل لنا ماذا أنقذت بالتحديد. شباب، نحن يجب أن نجد المجموعة. عجيب، هذا المكان مرتفع جداً. هل تصدقون؟ هذا المنظر سأضعه بالتأكيد في فيلمي. طريق العودة، هيا بنا. منصور، الحمد لله أنك بخير. أبي، نعم الحمد لله. كيف وجدتم طريق العودة؟ هذه قصة طويلة وغريبة، لن تصدقها. لقد تبعنا مغيب الشمس. لا، لم نفعل. سالم، لقد تبعنا مغيب الشمس. صحيح. على أي حال، بالتأكيد أنتم جائعون،
هيا فلنذهب. لماذا لم تخبر والدك عن الأورانج بانديك؟ سنصبح مشاهير ويصورون لنا فيلماً. إذا قلنا لهم ما رأيناه ستأتي الناس إلى الأدغال والكل سيبحث عن الأورانج بانديك، وربما بعدها يضعونه في حديقة الحيوانات. لذا الأفضل أن يبقى الموضوع سراً بيننا. صحيح، أنت محق يا منصور. صحيح صحيح.